السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: الدينار العراقي وتقلب أسعار الصرف. مشاهدينا الكرام، سيكون معنا في هذه الحلقة عبر سكايب الدكتور قحطان الخفاجي، أستاذ العلوم السياسية، وبإمكان حضراتكم أن تتواصلوا معنا من خلال الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم من أجل المشاركة بإبداء آرائكم والتساؤلات التي ممكن أن تطرح في هذه الحلقة للإجابة عليها، وأيضا إن كان لديكم مداخلات مع ضيفنا الكريم. في 19 من ديسمبر في عام 2020 أعلنت وزارة المالية في حكومة مصطفى الكاظمي خفض قيمة الدينار العراقي ليصبح 1450 دينارا لكل دولار، بعد أن كان 1180 دينارا لكل دولار في البنك المركزي العراقي، في الوقت الذي وعدت فيه الحكومة آنذاك أن هذه الخطوة من شأنها أن تساهم في تحسين الواقع الاقتصادي للعراق، إلا أنها انعكست سلبا على الوضع المعيشي للمواطن وزادت من معاناة العراقيين الذين كانوا يعيشون أزمة اقتصادية بسبب فيروس كورونا وانخفاض قيمة برميل النفط والتأثيرات السلبية التي طالت شريحة واسعة من ذوي الدخل المحدود في العراق. يؤكد خبراء اقتصاديون أن الهدف الحقيقي من خفض قيمة الدينار كان من أجل تعويض الخسائر التي تتكبدها الحكومة بسبب الرواتب التي تدفعها للموظفين والمتقاعدين، حيث انخفضت قيمة الرواتب بنسبة 22%، وهي ذات النسبة التي انخفض فيها الدينار. ومع ارتفاع الأسعار التي شهدتها الأسواق، زادت معاناة العراقيين دون أي نتيجة إيجابية تحققت كما وعدت حكومة الكاظمي. طبعا في تلك الأثناء شن ما يعرف بالإطار التنسيقي هجمة ضد حكومة الكاظمي عن طريق الأحزاب وميليشياتها، فتارة طالبوا الكاظمي بإعادة سعر الصرف، وتارة أخرى هددوه، ثم وعدوا العراقيين أن مرشحهم لمنصب رئاسة الوزراء سيعالج هذه المشكلة، لكن كغيرها من وعود هذه الأحزاب لم يتحقق أي شيء، بل خرج محمد الشياع السوداني ليقول إن تغيير سعر الصرف ليس من صلاحيات الحكومة، بل هو محصور بيد البنك المركزي فقط. وهنا نتساءل: ما هو مصير المواطن العراقي وسط هذا اللغط؟ وكيف سيتعافى الاقتصاد العراقي؟ دعونا نتابع هذا التقرير لجرافيك سريعا، ثم نعود لنكمل الحديث مع حضراتكم. مشاهدينا الكرام، أكرر التحية مرة أخرى للدكتور قحطان الخفاجي، أستاذ العلوم السياسية، معنا عبر سكايب، حياكم الله دكتور. أهلا وسهلا بك، حياك الله وحياك مشاهدينا. دكتور، بداية يعني المواطن العراقي يعيش هذه الأزمة ويتساءل: من الذي يتحكم بسعر صرف الدينار العراقي؟ القرار السياسي في العراق ومصالح القوى الخارجية ومصالح القوى المسيطرة في العراق المالية هي التي تتحكم في الدينار العراقي، وليس أي سبب آخر، وأن ادعوا ما ادعوا. يعني قضية المعالجة الاقتصادية للأزمة أو معالجة الأزمات الاقتصادية في العراق لم تكن هي الحل فعلا، أو لم تكن هي السبب فعلا لتغيير سعر الصرف؟ في الدول العالم جميعا، وإذا ما أخذنا نماذج العالم مختلفة، نعم كان الجانب الاقتصادي للبلد هو دل على قدرة أو معدل صرف العملة الأجنبية أو عملتها المحلية. ومعروف عالميا أن قاعدة الذهب السابقة التي كانت معتمدة قد انتهت مع مطلع السبعينيات، عندما عويمت العملة
وأصبح الاقتصاد البلد هو الذي يدلل على قيمة العملة، وعليه نعم كقاعدة عامة الاقتصاد هو الذي يحدد قيمة عملة البلد ووضعها، الاستقرار العام للبلد هو الذي يحدد، ولكن في الشأن العراقي لا، الأمر يختلف تماما، والإرادة الخارجية وحجم السرقات هي التي تحدد السعر وليس الأسباب الاقتصادية، أيضا لسبب واضح هو أن ليس هناك أي معالجة اقتصادية ولا حدث اقتصادي طارئ أدى إلى الذي حصل من زيادة صرف الدينار نعم الدولار قبل حوالي سنتين. طيب دكتور، يعني العراق دخل بأزمات كثيرة، ومع هذا بعد الاحتلال كان هناك تقريبا شبه استقرار من ناحية قيمة الدينار العراقي، تراوح ما بين سعر 2000 2100 2200، انخفض قليلا ارتفع، لكن في المجمل هل هناك ما يدعم ثبات العملة في العراق؟ نعم، العراق بعد الاحتلال وبعد غياب طبعا الأمور التي تخلخل في استقراره بشكل عام، كان هناك دعم واضح من قبل العالم إلى العراق، والعراق استقر الدينار عند سعر الصرف ولم يطرأ أي شيء معين، وسيطرت الحكومة أو البنك المركزي على الدولار ليس هناك أي مضربات اقتصادية فعلية، ولم يكن هناك حالة أمنية غير مستقرة دعت إلى تغيير سعر الصرف. المشكلة عندنا نحن أيام داعش وأيام الكورونا فيها لم يختل سعر الصرف، لكن بعد انتهاء كورونا وبعد انتهاء داعش واستقر العراق نسبيا رفع قيمة الصرف. هذا السؤال مهم هنا دكتور، سؤال مهم، ما الذي قاد كما تفضلت في عز أزمة داعش وهذه الأزمة العالمية التي كانت طبعا وأثرت على الاقتصاد العراقي بشكل كبير، مثل ما تفضلت لم يتغير سعر الصرف، لماذا إذن في زمن حكومة الكاظمي؟ هو بالتأكيد حكومة الكاظمي أو حكومة السوداني أو حكومة مالكي وجعفر السيان لا فرق بينهما، ورات القوى السياسية وما تحتاجه من قرار هو الذي يدفع باتجاه هذه الحال. الذي حصل عزيزي أن النفط، سعر النفط تدنى نسبيا تلك الوقت، وكانت الخزينة العراقية غير قادرة إلى حد معين أو في مشكلة أمام سد رواتب المواطنين، ولأن الرواتب كبيرة للجهات المسؤولة في الدولة تفوق رواتب المواطنين، فذهبوا باتجاه رفع سعر الصرف في الدولار لكي يكون المبلغ الدينار العراقي مقدور عليه نسبيا مقارنة بالدولار، فهو قرار سياسي لأجل حالة معينة. في الدول العالم عندما يسعى إلى تقليل العملة المحلية، يقول الأسباب الاقتصادية هي أن هناك إنتاج محلي يراد دعمه حتى تكون تكلفة الإنتاج متواضعة، حتى الإنتاج المحلي ينافس الإنتاج الخارجي ويصدر الخارج. العراق ليس لديه أي إنتاج وأي اقتصاد، بالتالي أنه كان قرارا سياسيا بحتا في الظروف المالية تخص السفراء المسيطرة على الشأن العراقي. طيب، يعني يؤكد الخبراء الاقتصاديون أن الحركة التي قامت بها حكومة الكاظمي ساهمت بخفض قيمة رواتب الموظفين بنسبة 22%، وهي نفس القيمة اللي انخفض بها الدينار، لكن الآن بعد أن يعني بعد حكومة أو بعد هذا القرار ارتفعت قيمة برميل النفط عالميا وازدهرت أو انتعشت خزينة الدولة، وبالتالي السؤال، لماذا لم تقم الحكومة آنذاك بإعادة سعر الصرف إلى ما كان عليه؟ أؤكد لأن ليست هي جادة في موضوع المعالجة الاقتصادية حصرا، هي جادة في معالجة ما يخص مصلحتها، وهذا الذي الرأي الذي قاله بعض الاقتصاديين هو سليم، وهناك رأي آخر يقول أن الفروقات بين السعر المحتمل للدولار للبرميل في الموازنة وبين السعر الحقيقي الواقع الذي ارتفع لن يحسب نهائيا ولن يدخل إلى الصندوق أو لميزانية الدولة. إذا عملية الاختلاس والسرقة هي التي معيارها أساسية، ثم عدم إعادة احتساب المبلغ رغم تغيير الصرف العراقي، وراجع إلى أن هناك خلل قد ينتج لاحقا من هذا الموجود، باعتبار أن الأموال عندما تصرف بالدينار وهو مرتفع نسبيا يقلل مقادير المال الموجود تحت سيطرة القوى المسيطرة، وبالتالي هذا الخلل هم يخشونه، وبالتالي
يميلون على المواطن العراقي، وللاسف الشديد ليس فقط قل راتب المواطن العراقي، نعم، بل المواد في الاسواق ارتفع سعرها، صحيح، وبالتالي اصبح الحمل ضعفين على المواطن اثر قرار اخفاض السعر الصرف العراقي. دكتور، طبعا احنا لدينا فقره في هذه في البرنامج نلتقي بالمواطنين في الشارع، نستمع الى ارائهم. دعنا مع حضرتك نذهب لاستماع اراء بعض المواطنين، ما الذي قالوه بشان سعر صرف الدينار، ثم نعود لنتساءل عن حديثهم. مشاهدينا الكرام، نذهب لمتابعه اراء مواطنين عراقيين التقينا بهم في الشارع واستطلعنا ارائهم بشان سعر صرف الدينار العراقي وهذه التغيرات التي حدثت بالنسبه للاقتصاد وتاثيرات تغيير سعر الصرف على حياتهم المعيشية. نشاهد ثم نعود. هذا الدولار ترى ظلم يصعدونه ضد الفقير وضد المظلوم وضد كل واحد هنا في العراق. ليش؟ ليش يصعدون الدولار؟ يعني شوف الناس كلها الأشغال مالها كلها واقفة، العمل كله واقف، ليش؟ هذا ظلم بالنسبة هذا عصابات هاي مال يصعدون الدولار. ليش يصعدون الدولار؟ يا وصل إلى مرحلة كلش زين ما يصير. هاي وحدة. اثنين، المتقاعدين مظلومين، هذا الاسعار هاي، وناس مرضى وناس الله يساعدها بالظروف الصعبه. شو يخلوكم رحمه في قلوبكم؟ والله هي عصابات، عصابات هي من عرف يا المسؤول البني المركزي يا ابو البنيك، كلها عصابات هي، ماكو رحمه، رحمه ماكو. يعني يصعد الدولار نزل الدولار بسبب شنو؟ على الفقير وعلى المسكين وعلى المتقاعد وعلى الرعايه وعلى نطاحه. نجعل من الله واهل البيت ان شاء الله ينزل الدولار والمتقاعدين يعدلون امورهم. والله الحقيقه اثر كلش تاثير مباشر على الانسان العراقي، وان اكثر الشعب العراقي حدود 80% هم ناس فقراء تحت خط الفقر، فاي زياده في الدولار راح ياثر على العامل المعيشي في العراق، فلذلك على الحكم عندما يصير ارتفاع بالدولار تعوض المواطن الاخر في مجالات اخرى، وخاصه المتقاعدين بقراتبهم ثابت ولكن الدولار صعد، الفرق هذا من راح يتحمله؟ غير تعوض اللي هي الدوله. اقترح اني تطلب المتقاعدين والموظفين بالدولار حتى من تصير زياده يصير نقصان المواطن باقي ثابت، لان هذا الدولار هو اللي راح يكون القيمه الشرائيه اللي يشتري به بالسوق. اما ينطي بالعراقي ويصعد ينزل يتحمل العراقي، زين العراق من اللي يعوضه؟ زين هي الدولة نفسها، الدولة زيدت المواطن من 2003 لحد الآن، زيدت الدينار ما زيدته. الحكومات السابقة اللي كنا نحكي عليها بين فترة وأخرى تدعم الموظف تدعم المواطن الزيدة، احنا الآن ماكو زيادة نقصان، وكل ما الدولة تمر في أزمة مالية تعوضها من المواطن، وكأنه المواطن هو صاحب الثروات، مع الأسف الشديد على هي السياسيين يحكمون هذا البلد. وشكرا. بالنسبة لوضع الدينار العراقي، الدينار العراقي بعد سقوط بغداد من 2003 الدينار العراقي انتهى. لوش استاذ راح تقول لي احنا مو بس نحكي، علينا ان هناك اثباتات. الدينار العراقي هسه ما معترف به، اعطيك معلومة، ما معترف به الدينار العراقي، والاثبات ذلك انه هذا ما معترف به بالدينار العراقي. معناه ليش ما معترفين؟ يقول لك هذا يعني كعمله منتهيه، مو دوليه يعتبروها استاذ. يمكن المبلغ يمكن ابو الاردن وابو الكويت ما تمشي استاذ. لذلك يعني من صعدوا الدولار استاذ، طبعا هنا اذا تشوف هالمحلات لاحظها كلهم قاعدين، انا استاذ دائما افوت منها لاحظهم استاذ كلهم متشتفين خطيه، يعني حتى فلوس اجار ما يطلعوها استاذ. المسؤول الحكومه العراقيه كافه من 2003 إلى يومك هذا، كل رئيس من رئيس جمهورية إلى رئيس وزراء إلى البرلمان هم كلهم مسؤولين على هذا الوضع اللي دا يصير بالعراق. المواطن العراقي استاذ خطية، يعني والله تتبوع عليهم، يعني من العامل الحمال إلى آخر واحد ما عدا التاجر اللي دا يستغل هاي الوضعية، التجار وضعية الشعب في مأساة استاذ. والله يساعدهم، أنا الحمد لله اكل واشرب الحمد لله والشكر، هذا فضل الله سبحانه وتعالى. والله وضع الدينار العراقي بارتفاع الدولار شويه تاثر على المواطن، على الكاسب، على يعني على اثر على العالم كلها، اثر عليها يعني اما الناس هي تعبانه يعني ما شلون ياثر عليها
قوتهم اليوم يؤثر عليهم. والله اذيه حيل هواي اذيه، الله وكيلك اذيه. هسه احنا جاي افطر انا اجي من بين حتى اخذ من هذا من باب الشرجي الحاجه ب 2000 ب1000، الله وكيلك. وضعنا احنا فلح، وضعنا الفلح هسه طن الكيمياء ومليون و600 700. البذور غاليه، المبيدات غاليه، البذور غاليه يعني ما، ومن يجي الانتاج مالنا نزلوا على المستورد وانهو. دكتور قحطان، استمعت حضرتك الى حديث بعض المواطنين العراقيين، الطرف الوحيد المتضرر هو المواطن. يقول احد المواطنين لم يكن هناك تعويض للمواطن نتيجة تغيير سعر الصرف. وطبعا هنا نأتي بمعلومة أن مسؤول قسم المحاسبة في البنك المركزي أكد أن وزارة المالية حصلت على ما لا يقل عن 10 تريليون دينار فرق تغيير سعر الصرف. هذا الفرق لم يستفد منه المواطن، أين ذهب برأيك؟ بالتأكيد إذا أبسط ما أو أفضل ما نقول عنه هو سوء تخطيط أو سوء تدبير. والأصح كواقع حال ملموس من قبل عملية سياسية هي أقرب إلى النهب أو إلى اللامبالاة اتجاه المواطن. فعلا كما قال المواطن لم يكن هناك أي إجراء من قبل الحكومة لتفادي هذه الحالة، لا تحسن مستوى البطاقة التموينية ولا أعين المواطن براتب على قد تقدير أحيانا تقدم له نسبة من راتب إضافي في سنة من السنين يعطى 13 راتب للمواطن، أو عيدية كما يقال في بعض الدول أو بعض التجارب السابقة. الجهات الحكومية غائبة تماما عن أي اهتمام تجاه المواطن العراقي، ذلك نؤكد أن أي قرار هو سياسي وليس اقتصادي. طيب الضجة التي حدثت بعد قرار خفض قيمة الدينار من قبل الإطار التنسيقي وهذه الأحزاب كانت توحي للمشاهد، توحي للمواطن بأنهم هم المنقذون إن جاءت حكومة من طرفهم. وعندما جاء محمد الشياع السوداني خرج مصرحا مناقضا نفسه أيضا في تصريح سابق أن ليس من صلاحيات الحكومة مطلقا تغيير سعر الصرف، بل هو محصور بيد البنك المركزي. هل تعتقد بأن هذه كانت لعبة للوصول إلى المنصب على حساب حاجة العراقيين لإعادة سعر الصرف؟ من هنا نقول دائما قرارات هي سياسية. الذي عندما فكر الجهة الرسمية في العراق إلى زيادة سعر صرف الدينار العراقي كانت ما تسمى القوة المؤثرة في الساحة السياسية هو الصدر وكاظم. وهؤلاء على ما يظهر أنهم على خلاف مع ما يسمى بالإطار التنسيقي. فالإطار أراد أن يوظف الحالة وكأنها موقف ضد من الجهة التي كانت تسيطر وهي الصدر وكاظم. عندما أزيح الكاظمي وخرج الصدر من الساحة، هذا الإطار تلمس لمس اليقين الفوائد التي يحصل عليها من جراء هذا القرار، وبالتالي العودة منه يعني فقدان المصالح. إذن هي الآن ليس تنصل بقدر ما هي حقيقة أنهم ساهموا في سعر الصرف السابق، وهم الآن حريصون على أن يبقى سعر الصرف. وكلمة أن يعاد الأمر إلى البنك المركزي، نعم عندما يكون البنك المركزي مستقلا حقيقيا من حيث التكوين أولا ومن حيث الآلية، ولكن الواقع الحال لا، البنك المركزي مسيطر عليه من القوى السياسية، والقوى الديرة هي سياسية أكثر ما هي مهنية. أعود لحضرتك بعد لحظات دكتور إذا سمحت لي، نأخذ بعض المتصلين معنا. السيد أبو عمر من بغداد، تفضل يا أبو عمر. حياك الله أستاذ محمد، وحيا الله قناة الرافدين، وحيا الله ضيفك الدكتور قحطان. حياك الله، أهلا وسهلا. حياك الله أستاذ. أستاذ محمد، إحنا كل العراقيين يعرف أنه حالة العراق منذ السقوط لحد الآن، إذا كان الدولار يصعد ينزل عفو، فهاي الأمور اللي قاعدة تأثر على المواطن العراقي، لأنه سعر الدولار اللي موجود عندنا صار بالعراق، والحكومة اللي حكمتنا سلطة الأحزاب من 2003 لحد الآن ماكو شيء البديل إنه أمام هذا الدولار، لأنه السبب إذا صعد الدولار ماكو يعني المواطن إنه يقدر يعتمد على العفو، نقدر نقول عن يعني المصانع اللي موجوده عندنا بالعراق، المنشآت اللي كانت اللي مدمرها الاحتلال الامريكي، كل هاي ما رجعت للمواطن العراقي انه مقابل الدولار انه يستورد المحلي بدل ما يكون يستورد يعني من الخارج
طيب. إذا كانت يعني أدوية، وإذا كانت مواد إنشائية، وإذا كانت ألبسة، وإذا كانت كل الأمور اللي يهتم بها المواطن العراقي واللي يريده من حياته اليومية ومن حياته المعيشية. هاي الأمور يعني ضر المواطن العراقي، يعني على حالات الناس الفقراء اللي عندهم رواتبهم قليلة والرعاية الاجتماعية، واللي سببها وصل الشعب العراقي يعني نسبة الفقر يعني 40% تحت خط الفقر. هاي الأمور كلها أثرت يعني أمام الدولار العراقي والدينار العراقي، سببها بأنه إحنا عندنا عراق يعني بلدنا يعني بلد نفطي وبلد طيب. يعني يحمي خيرات. هاي الحكومة لم تستغل بشكل صحيح. نعم، أنا أشكرك سيد أبو عمر من بغداد، وصلت الفكرة. أبو علي من واسط، حياك الله. اهلا وسهلا، حياك الله. مشاهدين قناه المعبدين، استاذ الكريم، العراق للاسف بعد 2003 يفتقد للسياسه النقديه في البلد. نعم. وحتى وزير الماليه اللي تولوها او الاقتصادي مثل ما يسمون انفسهم، ما عندهم رؤيه استراتيجيه للسياسه النقديه في البلد. كذلك عدم تنوع ايرادات الدوله طبعا، وهذا بسبب وجود الفساد ووجود دول تؤثر على العراق حتى تجعل العراق سوق او بس مصرف يعني لصناعتها تمشي، مثل ايران، مثل سوريا، مثل تركيا كذلك. وجود مزاد العمله في البلد هو بالاساس وجد لسببين. اولا لغسيل الاموال الموجوده في العراق من قبل السياسيين الفاسدين. وثانيا هو مصرف بديل لايران وسوريا وتزويدهم بالعمله الصعبه بسبب العقوبات. لكن اليوم للاسف الحكومه من اجت وعلي علاوي من غير سعر صرف الدولار، هو غير السبب واحد، هو انه يوهم الناس بانه راح يسد العجز بالموازنه، بينما بالعكس هو اوجد دينار عراقي بالبلد، لكن العجز بالدولار هو نفسه بالبلد. لكن اليوم احنا يعني حتى يستقر سعر صرف الدولار لازم تكون هناك استثمارات وتنوع الايرادات. انا يعني احب اسال الدكتور طيب، يعني اذا يقدر يجاوبني ان شاء الله. تفضل. ان اليوم احنا اذا اريد كمواطن يريد يدعم بلده، يدعم سعر صرف الدينار، شنو اللي عليه يسوي؟ هل انه يقاطع المنتجات ولا يدعم يعني الصناعه الوطنيه، ولا انه بس وانا دائما اقول انه المواطن اذا كشف الفساد في البلد ونشر عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، هو هذا مكافحه الفساد من البدايه. طيب، شكرا جزيلا سيد ابو علي من واسط. دكتور قحطان، يعني سؤال ليطرح السيد أبو علي من واسط، كيف يمكن للمواطن أن يساهم في إعادة أو معالجة أزمة سعر الصرف أو التأثيرات التي تنتج نتيجة هذا التغيير على الاقتصاد العراقي؟ حيا الله وحيا السائل الطيب. أقول حقيقة الأمر، علميا للمواطن ليس دور فعال في موضوع تحديد الصرف في العملة بقدر ما هو دور فعال في موضوع كشف الفساد، متابعة الفساد، الانصاف كموظف في أن يكون مستقيم في عمل وظيفة الدائرة وعمل الوظيفة العام. لكن سعر الصرف هو حصرا بإدارة الدولة، حصرا بطبيعة الاقتصاد التي تنشئ الدولة وتحسن من المعدل الاقتصادي. عندما تخطط الدولة لاقتصاد متنوع كما قلت جنابك قبل شوية، ويكون المواطن إيجابي في هذه الخطة، يكون هنا دور المواطن إيجابي في الخطة. عندما تسعى الدولة إلى وضع استتباب أمني عام يسرع من عجلة الاقتصاد والاستثمارات الخارجية، يعزز صرف الدينار العراقي، إذن هي إجراءات رسمية أكثر من إجراءات شعبية، ولكن الشعبية مساندة إلى حد معين للإجراءات الرسمية، والأسف الشديد إجراءات الرسمية غائبة. طيب، تحدثنا قبل قليل مع حضرتك عن رد فعل الإطار التنسيقي جراء ما قامت به حكومة الكاظمي من تغيير سعر الصرف بعد قدوم السوداني. نرى الآن بأن الأذرع الإعلامية والأدوات للأحزاب وهذا الإطار تبرر فكرة تغيير سعر الصرف بأنها قضايا اقتصادية، الدولة هي التي يجب أن تنظر إليها، وليست العاطفة هي التي ستغير سعر الصرف بناء على معطيات اقتصادية معينة. هل هناك سياسة نقدية كما تفضل أحد الأخوة، هل هناك سياسة نقدية عراقية واضحة للتعامل مع الشأن الاقتصادي أو الملف الاقتصادي؟
لا بالتأكيد لا توجد هناك أي سياسة نقدية عراقية لتتعامل مع النقد العراقي والنقد الأجنبي وتحافظ على قيمة الدينار العراقي. ولم تكن هناك أيضا كما قلنا استراتيجية شاملة اقتصادية وتنموية للبلد تجعل الاقتصاد قوي حتى يدعم العملة الوطنية. ولم يكن هناك فعلا كما تفضل الأخ هنا، لم يكن هناك دراسة علمية لعملية بيع الدولار عبر البنك المركزي. ولم يكن هناك متابعة إلى أين يذهب الدولار باعتبار الدولار عندما ذهب لابد يذهب إلى أما خدمة تقدم أو تجارة تستورد. هذه لم تكن هناك عمل. إذن عملية غياب كل ما يخص علمية الجانب المالي في الدولة العراقية هو الذي سبب بالتأكيد هذه الحالة. ذلك الحكومة سواء إطار أو غيرها دائما يلجأ إلى التغييرات، وهذا ليس غريبا. هم سبق وأن جاءوا مع المحتل الأمريكي ودعوا أن الاحتلال سيأتي ليغير، ثم تعاونوا معه، ثم ادعوا أنه ضده، ثم أيدوا الصدر كجزء من ما يسمى البيت الشيعي، ثم تقاطعوا. إذن هي عمليات تقلبات واردة. لذلك الذي يحصل الآن هي عملية تبلص من واجب مهم على الدولة، على قد تقديرهم ألقوا ذلك على عاتقهم. الآن يتملصون أمام الشعب بحجة أن هذا القرار تابع للبنك المركزي، وكما قلنا البنك المركزي أساسا تابع للقرار السياسي، ولا بد الحكومة أن تقوم بإجراء. مؤخرا دكتور تغير سعر الصرف بالأسواق، ارتفع إلى أكثر من 1545 تقريبا. فبدأت الجهات اللي تابعة للإطار بالقول بأن هناك مؤامرة دولية تحديدا أمريكية لضرب الاقتصاد العراقي ومحاصرة العراق في هذه الجزئية. طبعا هذا الكلام جاء أيضا بعد فرض عقوبات من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي على مجموعة من المصارف في العراق بمنعها من تداول الدولار. هل هي فعلا مؤامرة أم أنها اختراع من قبل هذه الأحزاب لتبرير عدم تغييرهم سعر الصرف؟ إذا أخذنا هذه الحجة على 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 طبيعتها كما قالها الإطار، هي لابد أن تكون لصالح رفع قيمة الدينار العراقي وليس لخفضه، إن كانت مؤامرة أو كانت قرار وطني أو كان تنسيقي. لماذا؟ شلون وضح لنا دكتور؟ لا، لأن أولاً هي محاربة لبنوك معينة فيها من الفساد ما يتفق عليه جميعاً، وبالتالي هي ضرب أحد عناصر الأساسية للفساد في الصرف. واحد. اثنين، أمريكا سيطرت على العراق ودارت العراق للسنين الماضية منذ 2003 لحد الآن. عندما كان يداها طولة في العراق لن تجرأ جهة معينة على الخلل في الدينار العراقي. ولكن عندما تغلبت الإرادة الإيرانية بشكل واضح أصبحت تقلبات هذه الحالة. إذن كواقع الحال الجانب الأمريكي وهو نقول محتل كما هي إيران محتلة السيئان، ولكن كواقع حال نقول كما انطلاقا مما ينطلقون هم وما قالوه. إذا هذه تبريرات، ودائما ما يذهبون إلى المؤامرة، والمؤامرة كما أشاعوا على ثورة تشرين على أنها تابعة للسفارات وما شابه ذلك. إذا نؤكد هنا أنهم عاجزون فعلا أن يقوموا بشيء، لذلك يذهبون إلى التبريرات. المشكلة الكبرى تكمن أين؟ تكمن أن هذه المجموعة ما زالت تأتمر وتتوجه بالآلية الخاطئة الاقتصادية والسياسية والوطنية. فلا إرادة مستقلة، ولا تخطيط مركزي، ولا استراتيجية موجودة، ولا محاربة حقيقية للفساد والحد من تأثير الفساد. إذن نحن في دوامة نبقى. أعتقد أن أسباب الكبيرة للصعود هي كانت الأموال الكبيرة التي امتلكها هؤلاء وذهبوا إلى السوق المحلية لشراء العملة عندما ضعف المجال لشراء العملة من البنك المركزي مباشرة. إذن هي حقيقة هي توجه الأموال المسروقة الذي سرقوها أصحاب الشأن السياسي لشراء العملة المحل الدولار من السوق المحلية، ارتفع قيمة الدولار في الأسواق المحلية. طيب أرجو من حضرتك أنه تبقى معي مرة أخرى دكتور. نأخذ اتصال من السيد عبد الرزاق من بابل. تفضل سيد عبد الرزاق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لك أستاذ محمد وللأخ الضيف. حياك. بالنسبة أستاذ محمد، زيادة سعر الدولار تداعياته على المواطن العراقي. نعم نعم،
الثمن اللي دفع المواطن العراقي لأنه نسبة الفقر بالزياد. يعني احنا نعرف كل الزين بانه الفقر ومعدلات الفقر والبطالة بالزياد بهذا البلد. وفوق هذا الزياد المعدلات البطالة والفقر هو رفع سعر الدولار. هذا يأثر على المواطن الفقير المواطن العراقي. المعالجة مالته يا أستاذ محمد الداخلية وخارجية. داخلية هو المفروض السيطرة على بيع مزاد العملة، لأنه احنا نعرف كل زين بأنه بيع مزاد العملة من خلال برج المركز العراقي هو عن طريق الأحزاب، والأحزاب جاي هي اللي تبيع الدولار أو تصدر الدولار للخارج عن طرق متعددة. فهذه المفروض إذا عندنا يعني دولة فعلا هي وطنية ودافع عن الحق المواطن العراقي أن تمنع المصارف الأهلية من دخول بمزاد العملة. الشيء الثاني أستاذ محمد والأهم من هذا بأنه نعرف كل زين بأنه المتحكم بالدولار هم الأمريكان، لأنه أنت ستعرف كل زين بأنه بيع النفط العراقي هو عن طريق البنك الفيدرالي الأمريكي، فالأمريكان هم اللي متحكمين بالدولار، فهم اللي جاي يفرضوه على الزيادة وعدم نزول الدولار. فأنت تعرف كل الزيان بأنه محمد السوداني والكتلة مالته بالانتخابات يعني كان كلهم هم بأنه يقللون زيادة سعر الدولار، لكنه مجرد أن استلموا شو اسمه المنصب وتولوا قيادة الحكم يعني شوف ناقضوا كلامهم. إذن مسألة سعر الدولار هم ما يتحكمون، هم مجرد بيادر. هذا يقولون ما وصلت الفكرة. سيد عبد الرزاق من بابل، أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركة. دكتور قحطان، ركود اقتصادي، ركود في التجارة، لا مصانع، لا زراعة، لا مورد آخر سوى النفط. 95% من الواردات العراقية المالية تأتي عن طريق بيع النفط. الموارد البقية مسيطر عليها إن كانت منافذ حدودية من قبل الأحزاب والميليشيات. المطار مسيطر عليه أيضا ومقسم. كيف يمكن أن تعالج الأزمات الاقتصادية برأيك في ظل الوضع القائم؟ وهل هناك أمل لتصليح أو تعديل قيمة الدينار العراقي؟ الاقتصاد يحسن، الوضع العراقي يحسن من خلال أن يؤتى بأناس أكفاء علميا ومنتمين للوطن بعيدين عن إرادة خارجية، لهم إرادة وطنية حقيقية علمية، يتم وضع برامج عامة ثم يتم العمل الجاد على تحقيقها. هذه بالتأكيد هي أمنية أكثر مما هي احتمالية واقعية تطبيق. لماذا لا تطبق؟ لأن الجهة المتنفذة في ترتيبة الدولة وإتيان هكذا جماعة هي القوى السياسية المتنفذة، وهذه القوى السياسية أكيد لا يمكن أن تأتي بأناس من هذا النوع. ذلك نحن دائما نقول إن لم تتغير العملية السياسية برمتها بشخصها بآلياتها لن يمكن أن يصر أن يؤتى بأناس من هذا النوع لكي يخططوا للبلد. ونحن من فضل الله العراق فيه من المخططين العظام، ولعل جانب كبير حتى من الاقتصاد الصيني الذي انطلق منذ سبعينيات القرن الماضي كان أحد العقار العراقيين فعالا في ذلك. هذه حالة. أما عملية تحسين صرف الديار العراقي، أنا أعتقد أن الديار العراقي قد لا يرتفع بعد أكثر نبلاغ، لأن هذه المجاميع تخشى على أماكنها أكثر من حرصها على المواطن. لذلك أعتقد سيبقى يتراوح ما عند الخمسين، تحت الخمسين، فوق الخمسين قليلا لن يتقدم. لكن دكتور، يعني حضرتك أكيد مثل ما استمعت وهي تقارير دولية، نسبة الفقر 40% من قبل البنك الدولي، هذا التصريح، وهذا الرقم قابل للزيادة. هل ممكن أن يشهد العراق ثورة جياع؟ أنا أقول الحمد لله، نتمنى لا تكون ثورة جياع بقدر ما ثورة وعي، لأن ثورة الوعي إن شاء الله نتمناها كما قامت ثورة تشرين من وعي للخلل الحقيقي للعملية السياسية. ونادت بأريد وطن وكان سلمية إذا كانت وعية، نتمنى ذلك. أما ثورة جياع، نعم كالشعوب بشكل عام قد تمر بمواضع من هذا النوع وقد تنطلق بهذا الاتجاه، ولكن نتمنى أن تكون ثورة وعي للبحث عن سبل منطقي ناجع
لإعادة الحقوق للعراقيين ولأهلها. أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا عبر سكايب وشرفتنا حقيقة بوجودك معنا. مشاهدينا الكرام، مثل ما تحدثنا في بداية الحلقة، هناك استطلاعات آراء قمنا بها في الداخل العراقي، نزلنا إلى الشارع والتقينا بمواطنين عراقيين، استمعنا إلى جزء، نستمع الآن إلى جزء آخر من آراء مواطنين آخرين بشأن سعر صرف الدينار العراقي والتغيرات التي حدثت فيه، لنشاهد. كل رئيس وزراء جديد يجي ما شاء الله يزيد لنا الدولار أو نعم يزيد لنا قيمة الدولار على حساب الدينار العراقي، فمشكورين رؤساء الوزراء المتعاقبين على هذا البلد، الحكومة اللي هم نفس نقدر نقول السياسيين اللي هم مستلمين البلد، كلهم أصحاب شركات وأصحاب معامل وأصحاب عقارات ما شاء الله، اللي إجوا من دول المهجر اللي هم كانوا يسموها مضطهدين، فإجوا الحمد لله وشكر استولوا على خزينة البلد، فالحمد لله وشكر استولوا على خزينة البلد. هذا اللي صار بدينارنا العراقي اللي كان يتعامل به جميع دول العالم، اللي كان هو 3 دولارات و20 سنت على ما أعتقد فترة السبعينات والثمانينات، دائما بالتراجع، دائما تراجع تخلف من جميع المجالات، إن كانت دراسية اجتماعية ثقافية رياضية، اللي هي آخر مجال كنا نطمح إليه. الدينار تذي يعني الدولار حطمنا تحطم، لا شغل، لا تشوف هنا أنا كل العالم قاعدة وساكتة، شغل ماكو، نطلب ينزلونا الدولار، أذى العالم كله بصورة دمرة حطمها تحطم، لا أكو شغل، لا أكو يعني تعيينات، لا أكو كل شيء ماكو، كلها صعدت المواد، كلها صعدت دين الزيت كل هي ايش عندك هنا كله بالدولار، ما عندك حاجه يعني بالدينار العراقي، كله دولار. الدوله هي السياسيين هي لعبوها لعبه صحيحه، خذوا مالتهم، يقول لك يا شعب يا بطيخ، شعب ايش يعني، هم لو يحبون الشعب العراقي ما وصلوا لها المرحله، بس هم يردون يحطمونه، هم جايين يحطمون العراق. والله للاسف يعني قاعد كل الحركه الاقتصاديه بصوره عامه للعالم، لان الوضع مرتبط هو بالدولار، منو جاي يتاثر به؟ يتاثر به الفقير، لان انت من راح التاجر صعد لو فرضنا نمرتين او ثلاثه، وين راح يضيفها؟ يضيفها على المواطن الفقير، لان الراتب همين ابو الراتب هم راح ياثر عليه، لان ده ياخذ بالدينار العراقي، فمن يجي ياخذ البضاعه مالته او يروح اي حاجه ياخذها استهلاكيه هي يضربها بالدولار تطلع عليها غاليه، فالوضع كله صار تعبان جدا. ليش؟ لان تاثر بالدولار، شوف حركه السوق ميته، والله ما اعرف غير الحركات، الدوله هي نفسها هي تتحمل مسؤوليه هذا الموضوع، ماكو غير الدوله، اذا اكو تاثيرات جانبيه تاثيرات دوليه بعد ما اعرف، بس هي اللي المسؤوله عن هذا هي الدوله، هي اللي تخلي استقرار الدولار وتخلي استقرار السلع الاستهلاكيه والحياه كلها هي من خلال الدوله. يعني المواطن كلش تعبان بهذه المساله، بالاخص الفقير، لان الفقير اللي ما عنده مورد، اللي مورده ضعيف صعبه عليه، يعني صعبه جدا، يعني الحاجه اذا كانت بألف صارت ب3000 او 4000، هذا ياثر على 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 وضع المعيشي، تدري اغلب الناس عندها عوائل وعندها اطفال وعندها تحتاج كل شيء، واصبح ما شاء الله العراق كله مستورد، مو ماكو غير المستورد. زين، السوق متدهور، ماكو توازن بالسوق، القدره الشرائيه للمواطن ضعفت، التجاره شبه تتوقف كل ما يرتفع سعر الدولار، يعني الاسواق تشوفها انت جاي تفرغ، كل ما يرتفع الدولار تفرغ الاسواق، وإذا فرغت الأسواق يعني المواطن يتوقف شغله، التاكسي تتوقف، العمل كله يتوقف. زين، من المسؤول؟ احنا نريد نفتهم، يعني الحكومة ما تقدر تسيطر على الدولار؟ يعني الدولار اليوم 152، يعني كل يوم العالم تريد تعرف، هسه احنا كثير بالتجارة نشتغل ما ندري، السوق يصعد ينزل، حتى مرات نبيع البضاعة بسعر المشترى، لأن ما تقدر، أحسن ما تظل نايم عندك، تظل أنت ما مستقر، وضعك ما مستقر، يعني التجارة أصلاً
ما مستقرة بالعراق. أكيد الحكومة العراقية ووزارة المالية والبنك المركزي العراقي المفروض هم يسيطرون عليه، يعني هم اللي يتحكمون به، مو المصارف الأهلية تتحكم بالدولار. يعني هاي إذا المصارف الأهلية تبقى تتحكم بالدولار شنو النتيجة به؟ علي شنو مخلين حكومة؟ يعني أكيد تتدور كل وضع المواطن، هو من جاي يتضرر؟ أول ما يتضرر المواطن، ارتفاع الدولار يتضرر المواطن، يتوقف الأسواق يتضرر المواطن، كل الأذية ترجع على المواطن. مشاهدينا الكرام، استمعنا إلى حديث مواطنين عراقيين بشأن تأثرهم بتغيير سعر الصرف، وكذلك نسأل أنه هاي الوعود اللي أطلقت من قبل الإطار التنسيقي اللي نفس الأحزاب اللي كانت توعد العراقيين من 2003 بالحياة الوردية، هاي حكومتكم وهذا مرشحكم محمد الشيع السوداني اللي قاتلتوا على مود يترشح واللي قاتلتوا على مود يلزم المنصب، ووعدتوا العراقيين بتغيير سعر الصرف وإعادته لكي ننتشل الفقراء ونعالج الأزمات الاقتصادية. أول ما بدأ قال أنا ما لي علاقة وما أقدر أغير سعر الصرف. شنو اللي الوعود هذه إلى متى ستستمر تضحكون بها على العالم، وإلى متى ستستمر تحاولون إيهام أصحاب العقول البسيطة أن أنتوا اللي عندكم الحل وماكو غيركم، أنتوا بس اللي عندكم الحل. أبو أحمد من بريطانيا تفضل، حياك الله. أستاذ محمد العزيز، أستاذ محمد العزيز، أولا إحنا كنا نحلم بأول 10 سنوات يشيلون الأصفار من الدينار العراقي لتحسين الأمن، هاي أول حاجة، هاي راحت. ثانيا هم دولة مو حكومة، الحكومة لا مو حكومة دولة، يعني الحكومة واجبتها توفير الخدمات والمعيشة الحسنة للشعب، دولة مجموعة من العصابات. جتي سيطرت رفعوا الشعار إذا تتذكره بعد ما ننطيها، تتذكر الشعار لم تتذكر محمد. تحت هذا الشعار إيش صار انه شرعوا قوانين تمول احزابهم. بعد ما انتهت هذه القوانين فكروا شنو هي الوسيله اللي يستمرون بها بالبقاء والتمويل. هو مجاد العمله وفتح مصارف تابعه الى احزابهم. فلذلك لا محمد السوداني ولا غير محمد السوداني ما دام ذولا موجودين لا تتامل يصير خير بالعراق. راح تبقى هذه راح تبقى دينار، انا اتوقع يوصل 1600 وقريبا يوصل 1600 يعني على الحسابات اللي موجوده، وثق واعتقد انا قبل فتره قلت لهم راح يوصل 1500 طيب كان 1400. المهم الوضع ما يتحسن، وذول ما دام بقى هذول ما يصير اي شيء بالعراق. شكرا شكرا جزيلا. شكرا جزيلا ابو احمد. ويانا السيد ابو سميه من الانبار تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السيد الكريم، بخصوصي نزول قيمه الدينار امام الدولار، هذا الأمر يحتاج إلى شخصيات اقتصادية تعالج هذا الأمر. وبالأساس أن الفساد وأن انخفاض قيمة الدينار أمام الدولار له أسباب جذرية. من هذه الأسباب نحن نعرف وكثير من الاقتصاديين أن أي عملة في العالم كلما كان عندها رصيد من الذهب في المصارف السويسرية كل ارتفعت قيمة هذه العملة. وما شاء الله حكومتنا لا تعرف أن تضع خزينا يتبع الدولة لكي يسند العملة، لذلك هم يضعون أرصد لحسابات الخاصة لكي تكون ضمانا لهم. طيب عندي سؤال بس لأن الوقت ضيق سيد أبو سمية. اسمح لي بس لو سمحت، وزير المالية علي علاوي لما قام بخطوة تخفيض قيمة الدينار قال بأن هذه الخطوة وهو أصر عليها ودافع عنها بأنها خطوة في طريق أو في سبيل معالجة الأزمة الاقتصادية ومحاولة، نعم هي تؤثر على الدينار لكنها ستعالج المشاكل الاقتصادية. راح علي علاوي بقى الدينار على وضعه ولم تعالج المشاكل، بل بالعكس مثل ما سمعت من سيء إلى أسوأ، ركود بالأسواق وقدرة شرائية ضعيفة وازدياد بأعداد الفقراء. شنو المعالجات اللي ديم تلكوها؟ هل هذه هي المعالجة اللي من المفترض أن تنهض بالاقتصاد العراقي؟ أخي هذه لا تسمى معالجة، وكل صاحب مؤامرة وكل صاحب تخطيط وتدبير لسرقة أموال الناس ولظلمهم لا بد أن يدبر عذرا. فالعذر الذي دبره وزير المالية هو عذر لا يغني ولا يسمن من جوع، وإنما كل هذه مؤامرات ودفع من الخارج لتستفيد منها جهات من إيران وغيرها مقابلة خفض سعر الدينار أمام الدولار. فهؤلاء لا يستحقون أن يكونوا رجال اقتصاد، ولا يستحقون أن يكونوا رجال أزمات. فمن أزمة إلى أزمة
ولا سبيل إلا بزوال هذه الثلة. وشكرا لكم. شكرا جزيلا سيد أبو سمية من الأنبار. ربما لم يكونوا رجال معالجة أزمات لكنهم كانوا السبب في إدخال العراق بكثير من الأزمات. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.